بس خلونا قبلها ناخد مداخلة من الأستاذ محمد صابر، محرر الشؤون المرورية بالإذاعة المصرية. أستاذ محمد أهلا بك يا فندم. أهلا، صباح الخير. صباح الخير أستاذ رشا، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ محمد، كلمنا عن الأخبار الخاصة بالمرور اليوم. طبعا احنا في البدايه حابين نطمنك ونطمن الساده المشاهدين الكرام ان احنا على وشك الانتهاء من فتره الذروه الصباحيه، وان احنا في غصون هذه الساعه بدات في هدوء مروري نسبي على كافه محاور محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليهم. اما بالنسبه للمحافظات المجاوره ما زالت حتى الان بتتوفد بعض الاحجام اللي تعتبر اقل من معدلاتها في نطاق محافظه القليوبيه اللي جاي من مناطق اليوب وداخل على مناطق متنمة. قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القرى الكبرى جميع محاورها ما زالت بتعمل بشكل مرضي. بتقابلنا بعض الشيء فقط لغير عند منطقة القوس الغربي، وده نتيجة الأعمال اللي جاي من منزل الصحراء ومتجه إلى وصلة المريوتية ورايح لدائير المنيب عشان نخفف الأحجام المرية خلال فترة الذروة الصباحية. بيفضل سلوك اللي خارج من مناطق أكتوبر والشيخ زايد ومتجه إلى دائير المنيب. نسلك النهاردة محور طريق السياحي، ده بيكون أفضل وبديل. أما بالنسبة لمحور 26 يوليو، الأحجام بتتوافد أعلى منطقة ناهية اللي جاي من أكتوبر والشيخ زايد ونازل على ميدان لبنان. بيفضل سلوك محور رود الفرج، بيكون افضل وبديل حتى تنتهي فتره الذروه الصباحيه. من محافظه الجيزه ما زالت حتى الان الاحكام بدات ان تتوافد في نطاق شارع السودان عند محطه مترو الجامعه اللي جاي من اعلى كوبري فيصل وداخل على مناطق الدقي والمهندسين وبيسمعنا. ممكن نسلك النهارده شارع الجامعه، هيكون افضل منه الى كوبري الدقي عشان نخفف الاحكام المريه عند شارع السودان عند محطه مترو الجامعه. بعض الشيء ايضا اللي جاي من مناطق شارع مراد دلوقتي ومتجه الى مناطق مجلس الدولة ورايح ليه مناطق الجلاء، يبقى احنا زي ما احنا قلنا استخدامنا الكوبري الدقي ده هيكون هام جدا حتى تنتهي فترة الذروة الصباحية. نروح بقى لمحافظة القاهرة. محافظة القاهرة كان عندنا بعض الأحجام وخاصة في منطقة الكورنيش اللي جاي من مناطق أثر النبي وداخل على مناطق الملك الصالح. محور الأوتوستراد بيكون أفضل وبديل. أعلى كوبري أكتوبر كان عندنا عطل، وخاصة أعلى منطقة الوصلة المعلقة ومنطقة العباسية. بيفضل اللي خارج من مدينة نصر وشرق القاهرة وهيستخدم كوبري أكتوبر ناخد المسطح الأرضي شارع لطفي السيد ونطلع كوبري أكتوبر من غمرة، أو نستخدم نفق الأزهر اللي رايح لمناطق وسط المدينة. منزل العروبة أيضا اللي جاي دلوقتي من الرحمن الرحيم ومتجه الى مناطق ارض المعارض بعض الشيء، عشان كده محور الاوتوستراد هيكون افضل وبديل. اما بالنسبه لبعض الاحجام، اعلى كوبري الحدايق اللي جاي من سكه الويل والزاويه ومتجه الى مناطق مدينه نصر والفنجري، ممكن نسلك النهارده كوبري سراي القبه هيكون افضل وبديل. بالنسبه لباقي الكبائر اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه جمعها النهارده جنب متوسطها، ما بننصحش بتغيير اي مسارات سوى الاماكن اللي احنا ذكرناها للساده المشاهدين الكرام. طب كلمني استاذ محمد عن تطورات الطرق، واحنا شايفين طبعا ان في توسعه للطرق وده ادى اكيد الى يعني ان هو بدا يخفف شويه الازدحام. كلمني عن اخر التطورات. يمكن احنا طبعا في البدايه برضه حابين نطمنك ونطمن الساده المشاهدين الكرام ان احنا زي ما احنا عارفين عندنا شبكه طرق على اعلى مستوى، دي بتربط كافه الطرق والمحاور الداخليه وبين المحافظات. احنا برضو بنرجى من الساده المشاهدين الكرام ان احنا نستخدم الطرق الجديده عشان نخفف الاحجام المريه خلال فتره الذروه الصباحيه وايضا خلال فترتي الذروه الصباحيه. كل ما بنستخدم الطرق الجديده كل ما بنخفف كافه الاحجام عن داخل المدن. ايضا النهارده هنتكلم برضو على التطورات اللي بتتم داخل مجمعات تراخيص القاهره وخاصه مجمع تراخيص حلوان. مجمع تراخيص حلوان ده باشراف السيد المقدم محمد سعودي، ده بيشمل على 18 شباك جميعهم بيعملوا بالتقنيات الحديثه لتقديم خدمات جماهيريه للساده المواطنين، وده بناء على توجيهات السيد وزير الداخليه لتقديم خدمات جماهيريه للمواطنين وتسهيلات داخل مجمعات التراخيص على مستوى الجمهوريه.
يمكن ده وحرصت بالفعل مديريه امن القاهره باشراف السيد اللواء اشرف الجندي مساعد اول وزير لقطاع امن القاهره على تطوير وتحديث اساليب التفاعل والتعامل مع الساده المواطنين في اطار استراتيجيه الوزاره التي تهدف احد محاورها الى تقديم خدمات جماهيريه على اعلى مستوى، وبالتالي تم تحديثها باحدث التقنيات دي من ضمن 34 وحدة ترخيص بالقاهرة بإشراف السيد اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، وتم تخصيص مكان لذوي الاحتياجات الخاصة والكبار السن واستراحة كبيرة للمترددين، ويوجد داخل المجمع ساحة متطورة للفحص الفني مستحدثة بأحدث التقنيات، وداخل المجمع نيابة بيخدم مناطق سكان حلوان والمعصره وخطوره ومناطق وادي حوف مناطق 15 مايو، المجمع بيعمل على استخراج رخص القياده ورخص السيارات وكذلك ايضا التجديد، ويقوم السيد العميد احمد التوني مساعد مدير الاداره العامه لمرور القاهره لشؤون التراخيص بالمتابعه لتسهيل كافه الاجراءات للمواطنين ومراجعه كافه الاجراءات والاشتراطات الوقائيه على كافه وحدات التراخيص. دايما بيشغل الشعب المصري الطريق الدائري، اخبار الطريق الدائري. الطريق الدائري ما زال حتى الان الحركه المريه فيه على كافه محاوره بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي، ما عندناش اي مؤثرات، وكذلك ايضا محور 26 يوليو فقط لا غير اللي بيتقابلنا بعض الاحجام عند منطقه ناهيه اللي جاي من اكتوبر والشيخ زايد ونازل على ميدان لبنان، عشان كده بننصح الساده المشاهدين الكرام ان احنا نستخدم محور رود الفرج بيكون افضل، وخاصه بتبقى بخلال فتره الذروه الصباحيه. يعني أستاذ محمد صابر بشكر حضرتك يا فندم، والحقيقة تعريف وافي لكل الأماكن اللي نقدر نمشي فيها وإيه اللي زحمة وإيه اللي مش زحمة دلوقتي